هذا معالي الشيخ سائل يقول: لقد وجدت رسالة قدم لها فضيلتكم فيها معلومات قيمة، وفيها تحذير من أشخاص معينين بأسمائهم وأنهم أهل بدع وضلالات، واستفدت منها، لكنني وجدت من يقول عنها إن هذه رسالة تثير فتنة وهي تسب العلماء، فعليك بعدم قراءتها. ما هو توجيه فضيلتكم؟ أنا لا أبرئ نفسي ولا أزكي نفسي، قد أخطئ، لكن إذا وجدت فيها خطأ مخالف للكتاب والسنة فنبهنا عليه. أما أنك تقول إن ما تصلح من باب الهوى والإشفاق على الناس الثانين، هذا لا يجوز، هذا من الحيف. قل الحق ولو على نفسك يا أخي. أنا مستعد إذا وجدت خطأ في هذا الكتاب فحرره وأرسله إلي، وأنا مستعد للرجوع عنه إن شاء الله. أما مجرد أنه ما يوافق مزاجك أو ما يوافق مزاج فلان، هذا لا يكون مقياسا لكتب أهل العلم. نعم.